بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بداية صوم الميلاد رتبت الكنيسة هذا الكلام اللي قاله المسيح للمجد، كلام يبدو إنه صعب أوي، جموع ماشية وراه، فابتدى يحط المسيح شروط التلمذة، كلام لينا جدا لأن احنا تلاميذ المسيح وماشيين وراه، لازم نقيس نفسينا بالكلام ده لألا الواحد يكون ماشي غلط. أنا تملي لما بيتقرأ الإنجيل ده بتاعي أنا، ده المسيح النهاردة واقف وبيقول لكم أنتوا كده وإحنا جايين ماشيين وراه، اللي عاوز يجي ورايا ويكون ليه تلميذ يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته حتى نفسه إلا ما يقدر يكون ليه تلميذ، ويحمل صليبه كمان ويتبعن. ليه كده؟ هو ايه الموضوع؟ هو تبعية المسيح ان الواحد يبغض، وبعدين احنا عمرنا ما سمعنا ده المسيح بيقول احبوا اعداءكم، ايه حكاية تبغض الاب والام والزوجة والاولاد والاخوة والاخوات حتى نفسه؟ ده مر المسيح عشان يرفع مستوى الحب، قال تحب قريبك مثل نفسك، ده هو حط المستوى العالي ده في محبة القريب، ويقول لك مين بيبغض نفسه جسده بل يقوته ويربيه، فيش واحد بيكره نفسه، قال لك لا اكره نفسك. في سر، انا حطيت المتناقض ده، المسيح بيقول احب اعدائكم، انت بتيجي دلوقتي تقول ابغض، في حاجة غامضة لازم نعرفها. المسيح ده بتاع ده اسمه الله محبة، ايه سبب البغضة؟ وبعدين اشمعنى مسك في الأب والأم والزوجة والإخوة والأخوات والأولاد، اشمعنى مسك في الحتة دي؟ يعني في سر، ايه السر؟ لما تلتفت ليه الكنيسة حطت الكلام ده في بداية الصيام الميلاد، وزي ما كنت بقول امبارح، هو ايه الميلاد ده؟ هو الله فينا. الميلاد والتجسد هو حضور الله فينا. وكنت بقول ايه تعريف الايمان المسيحي؟ هما كلمتين، المسيح فيكم. اوعى واحد يتلخبط كده في الايمان المسيحي. الإيمان المسيحي دي المسيح فيكم، بولس الرسول حطها بطريقة حلوة قوي قوي قوي، قال يا أولادي الذين أتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم، وقالها مرة تانية إنه السر المخفي إن المسيح فيكم رجاء المجد، ده السر المخفي المسيح فيكم. طيب يبقى هو ده الإيمان والميلاد، إنه المسيح فيا. طب ده يستوجب إيه؟ الإيمان لازم يصاحب بالاضطهاد. مفيش إيمان، أديك سمعت القصص النهاردة، الإيمان بالمسيح لازم اضطهاد. أي اضطهاد؟ هقول لك بالظبط. لكن لما تقرأ مثلا في البولس نشكر الله كل حين، سمعنا امبارح أنا منذهل من الروح القدس وتدبيره للقرايات، طبعا أنتم مش واخدين بالكم،
فأنا بقول أنا مندهش وأنت أنت مندهش على إيه يا أخوي؟ فيك إيه؟ ما أنا نفسي أرفع قلوبكم وروحكم للإنجيل، وده حياتنا. أتمنى لأنكم إيه؟ بصوا المبنى ده يسوع فيه، قاعدين بتعملوا إيه؟ يلا قوموا شوفوا يسوع أهو هنا. أنا بدي مثل، لو سمعت أن يسوع بيعمل معجزة كله هيطلع يجري، وأنا أولكم. أنا عاوز أقول لكم أن الإنجيل ده كلام يسوع، التفتوا لي وحبوه. امبارح كان بيقول المسيح تهلل بالروح وشكر الآب، ليه؟ لأنه استعلن. بص بولس الرسول النهاردة، نشكر الله كل حين بسبب الإيمان ومحبة بعضكم لبعض وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم. الاثنين ماشيين مع بعض. أرجع تاني للمسيح وكلامه، الإيمان المسيح فيكم. طب ما لازم يضطهد إن كان المسيح فينا وهو ليس من هذا العالم، فالعالم سيضطهدنا. بص الإنجيل بقى هيبتدي ينور. إن كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، ولكن لأنكم لستم من العالم لذلك يبغضكم العالم. طب عالم الإنسان اللي ابتدى فيه إيه؟ أب وأم وزوجة وأولاد. قال لك لا، أنتم لستم من هذا العالم. ليه؟ لأن المسيح فيكم. بقى المسيح فينا ده بتاع السماء، ده مش من الأرض، ده داخل حياتي عشان يطلعني برا الأرض، يدخلني أعيش في السماء، في العيلة الجديدة، في الأب الجديد والأم الكنيسة والإخوة. عشان كده المسيح هنا ابتدي بقى أفهم، تبغض الأب والأم. طب ليه؟ عشان تتفتح على أبوك السماوي. ما ينفعش الاثنين؟ لا ما ينفعش، هو في واحد في الدنيا دي، ليه أبين ولا أمين بالجسد؟ أب واحد وأم واحد. هكذا المسيح، دعوة الميلاد ودعوة التجسد، خروج من العالم. ليه؟ عشان تتحد بالمسيح. فهي دعوة حلوة مفرحة، عشان كده بيصاحبها الاضطهاد ده. لستم من هذا العالم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، لكن العالم يبغضكم. طب تعال أقول لك بس بطريقة ياريت تفهمني. هو إحنا لما بنموت، وده واقع يعني، ما بيروح فين الأب والأم؟ ما بيقوش موجودين. بتروح فين الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات؟ ما بيقوش موجودين. ده واقع إحنا هنعيشه وبنعيشه. إذن لما يقول المسيح ابغض أباك وأمك، ده كأنه بيعديك الموت يعني. واخدين بالكم احنا في الموت، لا في أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد ولا حاجة. فالمسيح عاوزك من النهاردة تنتقل من الموت إلى الحياة. لا يقصد أبدا البغضة، لا يقصد الانفتاح للعيلة الجديدة، للسماء، للمسيح فيك. لو المسيح فيا، طب ما المسيح اضطهد، ده المسيح مات وقام هو اللي فيا. طب المسيح فيا ده كان بيعمل ايه؟ كان بيحب الخطاة. طب ولما كان بيتشتم كان لا يشتم، كان لا يصيح. ده مين ده؟ ده المسيح، ده فيا. المسيح فيكم. انا هقعد الأربعين يوم اللي فاضلين في الصيام دي، أنا هعمل كده كل يوم، أصحى الصبح هقول الكلمة دي، المسيح فيا، وأقوم أتحرك، المسيح فيا، المسيح فيك. وده سر التجسد. هتعيش إزاي بقى والمسيح فيك ده؟
شبهها بولس المسيح له المجد نفسه. الألام اللي هتواجهنا، ما أصلي ليه لما بقولك المسيح فيا هيجي واحد يضايقك، هتبقى عاوز تتضايق، عاوز تشتم، عاوز تاخد موقف، المسيح فيا مش هقدر أعمل كده، واحد هيضايقني بيكرهني مش هقدر، المسيح فيا. نفسي تقول القداس كده، تقول المسيح فيا، المسيح فيا. نفسي، لان هتغير حياتنا خالص. ينفع المسيح يخاصم؟ مش ممكن. ينفع المسيح يعمل خطايا نجاسه وزنا العالم؟ لا لا لا، حاشا. كان بطرس الرسول النهارده في الكاسين يكون بيقول ايه؟ كفاياكم بقى الزمان، انا اراها يكفيكم الزمان الذي مضى، الذي كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم. لا خلاص، ده إيه النقلة؟ ليه؟ المسيح فيا. كفاية بقى زمان الأب والأم والزوجة والأولاد ياما 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 مشاكل، فلان قبلي، فلان ما عزمنيش في فرح بنته، فلان ما جاملنيش، فكلمته ما ردش عليا، مش عارف حط على الفيسبوك، مش عارف. كفاية كفاية، أنتم لستم من هذا العالم، حرام. يبقى المسيح فيا وأنا كده كفاية. يكفيكم، ده كلام بطرس الرسول، يكفيكم الزمان الذي مضى، كفاية غضب وخصام، كفاية، ما عادش فاضل فيها كتير. كنتم تسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان. كفاية. ليه؟ لأن المسيح فينا. لما ما كانش فينا كان معذورين. طيب، هل ممكن المسيح فيا؟ وبعدين ناس يعني بتسأل كده، يا ترى هنروح السماء ولا مش هنروح السماء؟ ايه الدليل؟ في دليل؟ حد يقدر يقول لي الدليل؟ ايه الدليل؟ الدليل قالوا وإيمانكم جميع وشدائكم تحتملون بينا على قضاء الله أنكم تؤهلون إلى ملكوت السماء. ده الدليل، إن الواحد يضطهد ويحط على نفسه صليب، انه يمشي ضد العالم، يحط صليب على عينيه، يحط صليب على لسانه، يحط صليب على قلبه. يعني ايه صليب؟ يعني ضد. العين عاوزه تروح زي ما عاوزه، لا، فيها صليب. اللسان عاوز يرد الاساءه. مره واحد من الاباء القديسين اتشتم شتيمة وحشة قوي، وانتوا تعرفوا الناس اللي هي بتوع ربنا لما بيتشتموا بيتوجعوا قوي قوي قوي، لانه فكان رده قال له ايه؟ في قدرة لساني ان ارد عليك، ولكن ناموس الهي يلجم لساني. الشتيمة صعبة، ما انا تتشتم ممكن نشتم، الا ما بيخليناش نشتم. يسوع فيا، مسيح فيكم، دليل ان احنا نؤهل الى ملكوت السماوات ان احنا بنحتمل الآلام. هو المسيح معروف الا بالصليب، ده استعلن بالموت والقيامة. هو عشان المسيح فيا، ايه الدليل؟ فين الصليب؟ شفتوا بقى الإنجيل بقى لما يتحط كله بعض، يبغض أباه وأمه وأخواته وأمرأته وأولاده، وبعدين حتى نفسه، ويحمل صليبه. ليه 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 ده كله؟ ما المسيح دخل فينا، فبقى في أب، بقى هو الأب، والأم بقت الكنيسة والسماء، والإخوة بقت الملائكة، وطلعنا برا وهو فينا، هو اللي شايل الصليب. شفتوا الإنجيل بقى لما ينوم، شفتوا صيام الميلاد اللي احنا صايمينه كل يوم؟ المسيح فيا،
حنحط على نفسينا إحنا ضيقات بقى في الصيام ده، على العين حنحط صليب، وعلى الفم هنحط صليب، وعلى الأذن هنحط صليب، وعلى القلب هنحط صليب. ناس كتير قوي في الصيام ده يقول خلاص بقى سيبك بقى من السوشيال ميديا دي خالص، نقفلها خالص، وسيبك بقى من نقلل نقلل نقلل. ليه؟ أديكم مثل. واحدة ست كانت بتشرب سجاير وبتشرب الكهول وبتاع، وبعدين جت حملت على طول، لا البيبي يطلع فيه عيب، لا بسهوله خالص تبطل كل العادات السيئه في بيبي. هو ذا المسيح فيكم بسهوله خالص، عشان خاطر المسيح اللي فيا هبطل حاجات كتير، هحط على نفسي صليب. ده الناحيه السلبيه. الناحيه الايجابيه محبة للكل. إيه رأيكم في منهجنا في هذا الصيام؟ كل يوم المسيح فيكم، لربنا المجد للأبد، أمين.